نروح للاسكتلندي اندرو روبرتسون الباك الشمال لفريق ليفربول اللي عمل حركه نص كم الحقيقه وراوغ زميله ونجمنا المحبب محمد صلاح خلال التدريبات اللي كانت بتقام في معسكر النمسا حاليا. وبحسب صحيفه ديلي ستار البريطانيه خلال احدى تدريبات ليفربول في النمسا اندرو كان بيلعب في فريق وصلاح كان بيلعب في فريق ثاني وحاول الفرعون المصري ان هو يمنعه من المرور وان هو يوقف تقدمه بالكره، لكن اللي حصل ان الظهير الاسكتلندي مرر الكره بين قدمي محمد صلاح كوبري يعني باختصار وسط اكيد استياء من الاخير. وطبعا اندرو ما فوتش الفرصه دي ونشر هذه المراوغه وقع على السوشيال ميديا مداعبا صلاح بتعليقه، قال كتب له وقال وداعا يا صديقي وداعا يا حبيبي. وطبعا كل المشجعين تفاعلوا مع الموقف ده بمنتهى القوه، يعني بالتالي ما تسكتش على اللي حصل ده. احنا ناخد طقم من حبايبنا الصعايده ونطلع على اسكتلندا نوقف، بصي نوقف اللي بيحصل ده عشان اللي بيحصل ده كتير وما ينفعش يتعمل مع محمد صلاح. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع. اتفضل. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. خلاص يعني نرجع ونقول مش صلاح اللي يتعامل معاه كده. ايوه طبعا. نروح بقى يا كريم بعد كده.